انا بسأل حضرتك سؤال قدام جبهه التحفيظ، ليه ما نزلتش مع عمال غزل المحله؟ ده دلوقتي لما في عماره بتاع بمليون جنيه بينزل الوزير ونائب الوزير. زمايلك لو ما تروحش غير كده ليه بس يا وزير؟ يا معالي الوزير اسمعني اسمع حضرتك، وكيل الوزراء محمد السقا اي نعم اجهزه ومؤسسات ايوه راقب معاك، تنكر انه ما سبق لحظه؟ لا معايا موجود. طيب وبالمناسبه وانا متابع معاك وزمايلك اللي قالوا ما تروحش دلوقتي وهروح المحله، بس رايح المحله نروح المحله والمحله منتصره والمحله شغاله بكامل طاقتها مش وهي متعطله وشغاله باقل من 40% من طاقتها، رايح ما تخافش حضرتك. ده امل عندي. تم تعليق الاضراب الى يوم 8/3، تم تعليق الاضراب وليس انهاء الاضراب. حضرتك مطالبنا ايه؟ انا بطالب بحد ادنى كباقي قطاع الدوله. حضرتك انا دلوقتي عندي اسره 5 افراد ماشي، لو بجيب كل واحد 3 شقات يعني 15 جنيه 3 طاقات ب 45 جنيه في الشهر 1650 جنيه فول، ما علمتوش ما اكلتوش ما علمتوش ما عملتوش اي حاجه خالص ولا سكن. فانا حضرتك بطالب الحكومه اللي هي حكومه الثوره، الحكومه اللي احنا خرجنا من اجلها، ليه العامل لما البلد بتاعها بيقف جنبها وليه الحكومه ما بتقفش جنب العامل؟ هل العامل فكر المصداقيه عن الحكومه او هامش الحكومات المتعاقبه؟ طبعا كان بيهمش عامل غزل المحله، غزل المحله خسرانه 440 مليون ازاي؟ عايز اعرف شركه بحجم غزل المحله العملاقه اللي هي كانت بتصدر ل 120 دوله ما عادش بتصدر ليه؟ ايه السبب؟ ايه السبب ان صار سلاح غزو نسيج؟ فانا بقول لحضرتك يا ريت نراجع غزل المحله الى سوابق عدها، فرشته وخريطه الطريق هنمشي عليها. فانا جاي مفوض او من كبر بعض زمايلي في غزل المحله القيادات واقول لحضرتك احنا امانه في رقبه حكومه الثوره، اولا في رقبه حضرتك وفي رقبه الوزير اسامه صالح. احنا عمال مصر ويجب ان احنا نحس انني لما اجي بيتي اتحاد العمال يبقى بيتي مفتوح لي، لما اجي قوى عامه مفتوح لي، اجي عند رئيس الحكومه مفتوح لي. احنا ما نقمنا بالثوره ولم نحصل ثمارها. احنا طلعنا اولا يوم 30/6 قمنا بالثوره ويوم 25 ليه؟ عشان بنحب بلدنا. ايامها كنت بتقول عن ايه؟ غزل المحله ابطال خرجوا بالثوره مسيرات، النهارده بتقولوا علينا احنا يا اخوان. ليه بتقولوا علينا يا اخوان ليه؟ عايز تصنفني ايه دلوقتي؟ غزل المحله مطالبها عماليه وليست سياسيه، مطالب عماليه مشروعه، والدستور اللي انا قلت عليه نعم بيدونا حق الاضراب السلمي. وانا بقول لحضرتك في نهايه كلامي يا ريت، انا جاي النهارده وواقف مشاكل الطريق وانا عينه عن سخونيه، بقول لحضرتك احنا امانه في رقبه حكومه الثوره. انا حاسس ان المال العمالي في غزل المحله نام طويلا ثم بدا يتنمل من جديد، انا حاسس ان في انفجار قريب قوي جدا وهتقولوا عاوز قالك المال. فانا بقول لحضرتك انا جاي النهارده وتعبان وعندي سخونيه ومرهق عشان احط امانه في رقبتك ورقبه السيد رئيس اتحاد عمال مصر الاستاذ جبال مراجي بصفه شخصيه، لان اتحاد العمال هو من يمثلني، اتحاد العمال هو بص البيت الشرعي لعمال مصر. لما اجي هنا ده بيتي ما بحسش اني غريب، واولا بيجي بتتعامل معاملة حلوه جدا يعني انا عارف بنكر اي اهانه هنا. وشكرا يا استاذ جبال.